السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاهدتموه في حلقة المحافظة على الصلاة. لذلك لابد من أن نقوم معا بتحديد أهم الآداب والنصائح التي تناولتها حلقة اليوم، لتصبح الفائدة أعم وأوسع إن شاء الله. وهذه الآداب والنصائح هي: الإقبال على الصلاة برغبة ومحبة وبهمة ونشاط وبشوق لمناجاة الله سبحانه وتعالى، تحسين الهيئة قبل الدخول في الصلاة باختيار الملابس النظيفة والتعطر والتسوق، الدخول في الصلاة بتوجه القلب إلى الله عز وجل وسكون الأطراف ولزوم التواضع والخشوع بين يدي الله عز وجل، تجنب الالتفات والشرود والضحك والعبث بالثوب أو باليدين في أثناء الصلاة، النظر إلى موضع السجود مطرقا مفكرا وتجنب رفع البصر إلى السماء، تجنب الغفلة والسهو في الصلاة، الاطمئنان في أداء الصلاة وتجنب العجلة في أركانها وحركاتها، أداء الصلاة على وقتها وعدم تأخيرها تكاسلا بدون عذر، الجلوس في المصلى عقب كل صلاة للاستغفار والذكر والدعاء، المحافظة على أداء السنن التابعة للفرائض وعدم التهاون بها لأنها زيادة في التقرب إلى الله تعالى، تحصيل ثمرات الصلاة من ذكر الله تعالى على الدوام ومراقبته وخشيته في جميع الأحوال، والانتهاء عن الفحش في القول والمنكر في العمل. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأخيرا يا أصدقائي، أتمنى أن نحافظ على الصلاة وأن نسارع إليها بمجرد سماعنا للآذان، فإن في ذلك رضا الله تعالى وسعادتنا في الدنيا والآخرة. وإلى اللقاء مع نصائح جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.